ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اتهم الكوميدي أمين الرادي شرطيا بالاعتداء عليه بعد توقيف سيارته بأحد شوارع الدار البيضاء بعد ظهر اليوم السبت. وقال الرادي في البث المباشر بصفحته الشخصية بالفيسبوك: بوليسي كيضربني وهرس لي نضاضري، وقبل ذلك قال لي حمار. ونشر الرادي لايف مباشر من مكان الحادث حيث حكى عن واقعة الاعتداء قبل أن يبادر الشرطي لمنعه من إتمام عملية البث المباشر محاولا نزع الهاتف من يده. واستمر الكوميدي في سرد ما وقع له مع الشرطي منددا بما اعتبره عملية ضرب مواطن من طرف الشرطي، وقال: للأسف لا زال هذا يقع في المغرب في سنة 2019. وتدخل رجل أمن آخر متوسلا الكوميدي توقيف البث الحي عبر الفيسبوك وقال له: الله يرضى عليك باك لضربك. بونجور ا توس، اوني اون 2019 في المغرب وبوليسي موقفني كيقول لي وقف الحمار. ها نحن هنا واللايف، قال لي وقف الحمار يدودو ضربني خرج لي الدم. هنوريكم لاطي ديال البوليسي. شوف 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 ها هو بسبيبي، ها هو بسبيبي بوليسي كيضربني، ها هو بسبيبي ان بوليسي كي مفخاب ان 2019، ان بوليسي كي فخاب مواطن في 2019، بوليسي كيضرب 2019. vous avez vu regardez شوفوا 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 راسين ضادر. ودابا كيس كيفون كيجمعوا الناس كيقولوا لهم on veut des témoins زعما كارت ناسيونال. اي سو بيي il est vraiment dans la grosse merde. j'ai jamais fait ça de ma vie. بوليسي ضربني. شوف جو سوي فريمون ديزولي، جو سوي اون لايف. شوف اسمح لي انا غنكمل. جو سوي ديزولي عمي، اسمح لي عمي هضرت معايا بادب، اسمح لي حرب حيدت انا نحترم حيدت شي. الله يرضى عليك الله يرضى عليك انا نكمل والله يرضى عليك. ضربني وخرج لي الله يرضى عليك. حيدت شي والله يرضى عليك. انا اللي ضربتك. لا ماشي انت اللي ضربك. لا انت اسمح لي عمي على راسي وعيني. اللي ضربك انت ماشي مشكل. وحيد لي هادشي. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.